محمود شاكر في قطر دلوقتي بيجهز لنا حاجات عظيمه جدا مع الجماهير. يا محمود صباح الفل، مشرف ومنور. محمود شاكر مراسلنا، مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 من قطر. محمود منور الدنيا حبيبي يا كريم، مساء الفل عليك ومساء الفل على جميع مشاهدينك الكرام في كل مكان. كالعاده من سوق واقف اكبر تجمع جماهيري للجماهير العرب هنا. طبعا بكره عندنا مباراتين مهمين جدا جدا لطبعا المنتخب السعودي والمنتخب التونسي، وبالتاكيد نتمنى ليهم التوفيق. طبعا زي ما انت شايف كل الجماهير وكل الجنسيات موجوده معانا هنا. معايا احد المشجعين الجزائريين اللي طبعا جزائر ومصر للاسف اكثر منتخبين مفتقدين في البطوله. عاوز اعرف رايه وعاوز اساله توقعاته ايه للمنتخبات العربيه غدا، وتمنياته ايه اكيد للمنتخبات العربيه. عاوز اعرف طبعا انت جزائري ما شاء الله عليك، شكلك اقوى واحد في الجزائر. الله يسلمك. لا بطل العالم في كمال اجسام ما شاء الله. توقعاتك ايه بكره المنتخب التونسي والمنتخب السعودي في المباراتين الصعبين جدا 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 دول؟ شوف هما مباراتين صعبتين جدا. السعوديه مضمونه باذن الله 2-0 يعني رايحين للدور الثاني. تونس لازم لهم يعني يكونوا قلبهم حار ويكونوا يشتغلوا كويس عشان يكسبوا التاهل. طيب انا شايف ان انت لابس تيشرت منتخب الجزائر، منتخب الجزائر مش موجود ولكن انت اكيد اكيد قلبا وقالبا مع جميع الدول العربيه. شايف الاجواء هنا في الدوحه كل الجماهير العربيه عامله، كل الدول العربيه هنا عامله ضجه ودايره كما نقولوا احنا يعني قلب واحد كلها اللي انا تناصر للبلدان العربيه. اكيد شكرا لك، شكرا لك. معايا طبعا يا كريم طبعا مشجعينا السعوديين لكل يوم بيزيدوا وكل يوم بيكتروا وكل يوم بيتوافدوا مره اخرى هنا في سوق واعي وفي الدوحه القطريه. عاوز اعرف منك توقعاتك لمباراه الغد الصعبه جدا جدا للمنتخب السعودي. هتعملوا ايه بكره؟ جاهزين؟ هتحركوا امتى؟ هتروح الاستاد؟ معاك تذاكر ولا معاكش تذاكر؟ عاوز اعرف كل التفاصيل. الحمد لله التذاكر موجوده، جايين من السعوديه للدوحه ندعم المنتخب. اتوقع ان شاء الله فوز، يا رب يا رب. انتهى الدور ال 16 وحاب اشكر الجمهور المصري، المصريين معانا هنا هنا والسعودي مصري والمصري سعودي. الله وبكره والمباراه بكره ان شاء الله نقول تي 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 جيبوا المكسيكي جيبوا المكسيكي. زي ما انت شايف يا كريم طبعا الاجواء هنا جميله جدا والكل على قلب رجل واحد. اكيد شايف برضه معانا اخوه المصريين وراجل راجل لابس تيشرت نادي الزمالك. ده راجل يلبس منتخب مصر، يلبس منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. توقعاتك ايه بكره المنتخب السعودي ومنتخب على 2-0 المنتخب السعوديه. المنتخب التونسي فرصته صعبه شويه لانه هيلعب فرنسا بطل العالم، فنتمنى ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله. بس يعني ان شاء الله كل تمنياتنا اكيد يا كريم. زي ما انت شايف كده يا كريم الاجواء هنا عامله ازاي. جماهير في كل حته، جميع الجنسيات وجميع يعني كل الناس هنا كلهم على قلب الراجل الواحد. بكره ان شاء الله بالتوفيق اكيد للمنتخبين العربيين بكره تونس والسعوديه. ولاي استفسار يا كريم انا معاك. لا انا مستمتع بيك جدا باللقاءات العظيمه ديت. يلا ناخد حبيبي يا كريم عشان هو جاهز جنبك الكاميرا اهو عشان يتصور، فانت الحق بقى بسرعه قبل ما الكاميرا تقطع معاه الموبايل. هو عاوز معلش يا كريم عاوز يتكلم. الراجل ده مصري ومن قبل الاول عاوز حبيبنا. يتكلم معايا حبيبنا حبيبي عاوز تقول توقعاتك ان شاء الله بكره لمباراه المنتخب السعودي بكره. شايف السعوديه ممكن تكسب منتخب المكسيكي؟ صعب، احنا كلنا بنقول المباراه ممكن تبقى سهله ولكن اكيد المنتخب المكسيكي صعب. شايف المنتخب السعودي ممكن يوصل بكره ان شاء الله الدور 16؟ ان شاء الله المنتخب السعودي هيرفع راس العرب بكره وهيغلب المكسيك 2-0 ان شاء الله. بس الاصابات اللي في منتخب السعوديه هو بس اللي هيأثر شويه، بس ان شاء الله احنا اقوى من المكسيك والسعوديه هي اللي راح ترفع راس العرب ان شاء الله، هي والمغرب، وربنا يوفقهم ان شاء الله. عاوز اقول لك برضه يا كريم بالظبط من 3 أو 4 ساعات الجمهور الارجنتيني احتل المكان اللي احنا واقفين فيه ده، كان كله لونه ازرق وجمهور المنتخب الارجنتيني كله بيتحرك كتله واحده، كانوا موجودين هنا بكثره كبيره جدا. بعدها بشويه طبعا السعوديين على طول، جمهور المنتخب السعودي على طول 24 ساعه ما بينامش، اللي بيروح ينام بيجي ناس ثانيه مكانه. واللي كان جديد عليا بقى النهارده شفت الجمهور الجزائري موجود في كل حته وموجود في كل مكان برضه، وخدوا كده حته كده مع بعض وقعدوا يغنوا ويهيصوا.
الكل هنا بيدعم المنتخبات العربية والمصريين أكيد في كل حتة. طبعاً المنتخب المصري أو جمهور المنتخب المصري موجود في كل حتة وفي كل مكان، وبالتوفيق أكيد المنتخبات العربية بلدنا الكريم. أنا سمعت إنه الجماهير كتير قوي توافدت النهاردة من جماهير المنتخب السعودي، الأعداد كبيرة صح يا محمود؟ كريم أنا أول ما جيت وحطيت الكاميرا لسه بحط الكاميرا فرينج لايت، فلقيت لك حوالي بالظبط 15 واحد جايين لسه جايين من المطار طازة كلهم معاهم الشنط، محدش بيروح بيته، هما بيجوا من المطار على سوق واقف، سوق واقف كله شنط، يعني سوق واقف كله شنط وكله الجمهور السعودي، جمهور سعودي بجد يا كريم أنا كأني قاعد في الدمام أو في جدة، الجمهور السعودي في كل مكان كل يوم عاملين يتوافدوا. بسالهم انتوا معاكم تذاكر؟ يعني انا سالت الراجل اللي كان معايا من شويه معاك تذكره قال لي اه، لان معظمهم ما معهمش تذاكر ولكن هم عاوزين يكونوا موجودين هنا وعاوزين يكونوا جنب المنتخب السعودي، وسواء هم موجودين او مش موجودين بيبقوا موجودين في الفان زون بتاعتهم او موجودين في سوق واقف، والمظاهرات بقى الحب والتشجيع هي اللي هم مستنيينها. يعني عاوز اقول لك بكره ان شاء الله باذن الله والمنتخب السعودي اتاهل هتشوف بقى كل الجماهير السعوديه دي في كل حته وفي كل مكان، مش شرط بس اللي هيروح المزار. طيب محمود، بالنسبه الحاله بالنسبه للجماهير التونسيه عندهم ثقه في منتخبهم قدام فرنسا ولا فاقدين الامل؟ يعني عندهم يقول لك ان احنا هنقدم. طبعا انت عارف المشكله ان المنتخب التونسي لازم يكسب فرنسا ويكسب بسكور وحسبه بيرما وقصه كده كبيره، ولكن هم طبعا يعني الاجواء نفسها وهم فرحانين ان منتخب التونس هيبقى موجود هنا، بس بيتكلموا عموما على ان هم يتاهلوا وما يتاهلوش. ايوه عارفين الموضوع صعب شويه، ولكن هم لحد دلوقتي هم مبسوطين ان هم موجودين في المونديال ومبسوطين ان هم يلعبوا فرنسا. وعاوز اقول لك يعني كان في واحد من الاخوه التونسيين بس مش موجود دلوقتي كنت اعمل معاه لقاء، ولكن هم مبسوطين، ولكن هم بصراحه يعني حاسين ان الموضوع صعب شويه. طب محمود، عايزك تبارك للمشجع الانجليزي اللي جنبك دوت النهارده صعده على شمالك اهو. ما ممكن ما يكونش انجليزي وبيخدعنا. لا ده عادي، ده عادي بوس في الشعار. You are from England? You really? Okay, first of all, congratulations about congratulations about of course qualifying to the next round. What's your expectations for England national team in the next round? Do you see that England can win the World Cup after this great performance? Of course they can. It's coming home. Yeah. Every time you say it's coming home, it isn't coming home. So No. We got a realistic chance. I think it'll be a tough. I think we got maybe France in the quarterfinals will be difficult. But anything is possible. This tournament football. Yes. And look at the Saudis; they've done well themselves as well. So never know, never know. I'm here for the full World Cup. So yes. Good luck for everything. We have Egyptian TV. أنا سألته طبعا قلت له مبروك التأهل النهاردة لدور ال 16، شايف المنتخب الإنجليزي ممكن يروح فين وتوقعاتك للمنتخب الإنجليزي بعد الأداء القوي جدا للمنتخب الإنجليزي؟ رد عليا وقال لي لا احنا ممكن نروح بعيد جدا، هو المنتخب الوحيد اللي صعب لغاية دلوقتي شايفينه هو فرنسا، ولو نقابله ممكن نقابله في النهائي. فبيقول لي اتس كومينج هوم، طبعا انت عارف ده اكتر حاجه اكتر كلمه بتتقال من الجماهير الانجليزيه اتس كومينج هوم، بس كله ما بيقولوها ما بيحصلش حاجه، هم من ساعه ما قالوها في 66 ما خدوش ولا بطوله. فبرضه يعني اكيد المنتخب الانجليزي عمل مباراه قويه جدا النهارده، متوقع المنتخب الانجليزي والفرنسي والبرازيلي والاسباني هم اللي هيكونوا موجودين في المربع الذهبي. محمود الصوره هايله بصراحه، مش عايز اسيبك، قولي الجموع من الناس دي، انا شفت فجاه تشجيع حصل فجاه، ده كان مين؟ جماهير السعوديه ولا كان جماهير مين؟ كل شويه جماهير السعوديه تمشي 4 5 متر ويقفوا يحتفلوا شويه، جماهير المغرب تمشي 4 5 متر يحتفلوا شويه، جماهير المصريه برضه موجوده في كل مكان بتلاقي هيصه تخش نهيص معاهم. فاحنا كده موجودين في كل مكان. وعاوز اقول لك برضه الارجنتينيين محمود انا بشكرك برسلين. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما موفق ودايما رائع جدا. شكرا يا كريم حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. طيب ده زميلنا العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من قطر.